عائشة ما تحملت علي بن أبي طالب يصير خليفة، شنت علي حرب. زين انت مالك ومال الحرب، انت امرأة قاعد ببيتك جيشت الجيوش. اقول لك امرأة تقود حرب 7 أيام 8 أيام شنو هاي؟ ترى ان تدير حربا اول فتنة، بل هي فتحت ابواب الفتن علينا. يا معركة، معركة الجمل، الاف الصحابة قتلوا. زين انت امرأة طلع شنو تحت يا عنوان؟ هو هذا بغض علي بن ابي طالب. زين خرجت على امام زمانها باغية، يقولون لا تابت. الحسين يقولون خرج على يزيد، اذا هو باغي. ازدواجية ما بعدها ازدواجية. طبعا هذا الحوار الصريح ضروري. لا البعض يقول شيخنا المرحلة، طبعا دائما عندنا البعض يتلبد. المرحلة وطبيعة زمن صدام بس تحكي هذا الحكي يذبونك بالتيزر. مو؟ هسه المرحلة أبد. الملفات التاريخية تبحث بأكاديمية بعيدا عن التسخيط وبعيدا عن بأكاديمية. هذا دليلنا فآتونا. لا هو دائما متعلم عند السلطة ويا فلان يذبحوه. أنا أتخطر في القرن الرابع بعض العلماء شككوا بوجود أبي بكر مع النبي في الغار، بعدين طلعوا فتوى اللي ينكر وجود أبو بكر مع النبي في الغار يقتل. ما دام يقتل بعد من يفتح حلقه؟ وإلا هم سادين ملفات، ترى بهذا النظام إرهاب. والله لو بيتم السلطة غير، هذا الكلام ما ينحج. ما يقول لك حق التعبير وحرية الرأي، مع أنه صدام كان أهدافه شنو؟ وحدة، حرية. يا بذا حرية مثل ما يشرب خمر خلص لي، لا لا حرية بطرف واحد. ترافع شعار حرية لولا حرية أرقص هوس ترمون حريف، أما تعبد الله يا غير هي حرية؟ لا حرية الانحراف السقوط.